رميت جمرة العقبة وحلقت ولم أطف طواف الإفاضة، ولكني قبلت زوجتي وباشرتها بدون إنزال أو إيلاج، مع علمي أن المنهي عنه هو الجماع فقط، فما حكم ذلك؟ إذا لم يحصل منك إنزال وإنما مجرد مباشرة فقط أنت أخطأت، تأثم في هذا، ولكن عليك الاستغفار والتوبة إلى الله، ولا عليك فدية، ما يكون عليك فدية إلا لو حصل منك إنزال أو جماع. نعم.